هذا الباب ورفعني المرحوم أحمد سليمان عبد الدوس رحمه الله كان حسيبة المعدن الله نفس الله وأكل عزلة ووسع مدخلة وارسله بالماء والثلج والبرد ونفه من الدنيا والسقايا كما نفه من الدنس اللهم جازه بالكفر والسلام والسيئة اللهم إن كان مقصدا في حسناته إن كان مقصدا قد تباعد الله على حسناته اللهم تقبل من القبيل والتجاوز ونفتح الله السماء ونفتح وبركاتك 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 برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل قطرا غلظه من رياض الجنه ولا تجعلها قفله وقفله اللهم رد له في قبره مد بصره اللهم انزل على قبره الثياب والخصبه والسؤال اللهم قلب مضيق بحور والقبور ومراتب الدور الى جناتك جنات الخلود وواصب المخطوب وطلح الورود وظل المنبوب وماعز مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وعرج مرفوعه مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.